بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنك أعنتني على ختم كتابك الذي أنزلته نورا، وجعلت مهيمنا على كل كتاب أنزلته، وفضلت على كل حديث قصصته، وفرقانا فرقت به بين الحلال وحرامك، وقرآنا عربت به عن شرائع أحكامك، وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا، ووحيا أنزلته على نبيك محمد صلواتك عليه وآله تنزيلا، وجعلته نورا نهتدي به من ظلم الضلالة وجهلة باتباعه، وشفاعا لمن أنصت بفهم تصديق إلى استماعه، وميزان قسطا لا يهيف عن الحق لسانه، ونورا هدى لا يدفع عن الشاهدين برهانه، وعلم نجاة لا يضل من أما قصد سنته، وتنال أيدي الهلكات من تعلق بقربة عصمته. اللهم فإذ أفدتنا المعونة على تلاوته، وسهلت جواسي ألسنتنا بحسن عبارته، واجعلنا ممن يرعاه حق رعايته، ويدين لك باعتقاد التسليم لمحكم آياته، ويفزع لقراب متشابهه ومودهات بيناته. اللهم إنك أنزلت على نبيك محمد صلى الله عليه وآله مجملا، ولهمته علم عجائبه مكملا، وورثتنا علمه مفسرا، وفضلتنا على من جهل علمه، وقضيتنا عليه لترفعنا فوق من لم يطق حمله. اللهم فكما جعلت قلوبنا له حملا، وعرفتنا برحمتك شرفه وفضله، وصل على محمد الخطيب به وعلى آله الخزان له، واجعلنا ممن يعترف بأنه من عندك حتى لا يعارضنا الشك في تصديقه، ولا يختلجنا الزيغ عن قصد طريقه. اللهم صل على محمد وآله، واجعلنا ممن يعتصم بحبله، ويابي من المتشابهات إلى هرز معقله، ويسكن في ظل جناحه، ويحتدي بضوء صباحه، ويقتدي بتبلج إسفاره، ويستصبح بمصباحه، ولا يلتمس الهدى في غيره. اللهم وكما نصبت به محمدا علما للدلالة عليك، وأنهجت بآله السبل الرضا إليك، فصل على محمد وآله، واجعل القرآن وسيلة لنا إلى أشرف منازل الكرامة، وسلما نعرج فيه إلى محل السلامة، وسببا نجزى به النجاة في عرصة القيامة، وزريعة نقدم بها على نعيم دار المقامة. اللهم صل على محمد وآله، واحطط بالقرآن أن ناسق الأوزار، وحبلنا حسنى شمائل الأبرار، وقوبنا آثار الذين قاموا لك به آناء الليل وأطراف النهار، حتى تطهرنا من كل دنس بتطهيره، وتخفو بنا آثار الذين استضعوا بنوره، ولم يلههم الأمل عن العمل، ويقطعهم بخدع الغرور. اللهم صل على محمد وآله، واجعل القرآن لنا في الظلم الليالي مؤنسا، ومن نزغات الشيطان وخطرات الوساوس حارسا، ولأقدامنا عن نقلها إلى المعاصي حابسا، ولألسنتنا عن الخوض في الباطل من غير ما آفة مخرسة، ولجوارحنا عن اقتراف الآثام زاجرة، ولما تبت الغفلة عنا من تصفه الاعتبار ناشرا، حتى توصل إلى قلوبنا فحم عجائبه، وزواجر أمثاله التي ضعفت الجبال الرواسي على صلابتها عن استحماله. اللهم صل على محمد وآله، وادم بالقرآن صلاح ظاهرنا، واحجب به قطرات الوساوس عن صحة ضمائرنا، واغسل به درنا قلوبنا وعلائق أوزارنا، واجمع به منتشر أمورنا، وأرض به في موقف الأرض عليك وزمع هواجرنا، واكسنا به حلل الأمان يوم الفزع الأكبر في نشورنا. اللهم صل على محمد وعلي، واجبر بالقرآن خلتنا من عدم الإملاك، وسق إلينا به رغد العيش وخصبة صعات الأرزاق، وجنبنا به الضرائب المزمومة ومداني الأخلاق، واحسمنا به من هوة الكفر ودواعي النفاق، حتى يكون لنا في القيامة إلى رضوانك وجنانك قاعدة، ولنا في الدنيا عن سخطك وتعدي حدودك زائدة، ولما عندك بتحليل حلاله وتحليل حريم حرامه شاهدا. اللهم صل على محمد وآله،
وهب بالقرآن عند الموت على أنفسنا كرب السياق وجحد الأنين وتردف الحشارج إذا بلغت النفوس التراقيا وقيل من راق وتجلى ملك الموت لقبزها من هجب الغيوب ورماها عن قوس المنايا بأسهم وحشة الفراق ودافى لها من ضعاف الموت كأسا مسمومة المذاق ودنا منا إلى الآخرة رحيل وانطلاق وصارت الأعمال قلائد في الأعناق وكانت القبور هي المأوى إلى ميقات يوم التلاق اللهم صل على محمد وآله وبارك لنا في هلول دار البلا وطول المقامة بين أطباق الثرى واجعل القبور بعد الفراق الدنيا خير منازلنا وافسى لنا برحمتك في ضعيك ملاهدنا ولا تفدانا في حاضر القيامة لموبقاته آثامنا ورهم القرآن في موقف الأرض عليك ذل مقامنا وثبت به عند التراب جسر جهنم يوم المجاز عليها زلل أقدامنا ونوّر به قبل البعث سدف قبورنا وألبسنا به هلال الأمان يوم الفزع الأكبر في نشورنا ونجنا به من كل كرب يوم القيامة وشدائد أحوال يوم الطامة وبيض وجوهنا يوم تسود وجوه الظلمة في يوم الحسرة والندامة واجعل لنا في صدور المؤمنين ودا ولا تجعل الحياة علينا ناكدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما بلغ رسالتك وصدع بأمرك ونصح لعبادك اللهم اجعل نبينا صلواتك عليه وعلى آله يوم القيامة أقرب النبيين منك مجلسا وأمكنهم منك شفاعة وأجلهم عندك قدرا وأوجههم عندك جاها اللهم صل على محمد وآله محمد وشرف بنيانه وعظم برهانه وثقل ميزانه وتقبل شفاعته وقرب وسيلته وضيّ وجهه وأتم نوره وارفع درجاته وحين على سنته وتوفنا على ملته وخذ بنا منهاجه واسلك بنا سبيله واجعلنا من أهل طاعته واشرنا في زمرته وأوردنا حوزه واسقنا بكأسه وصل اللهم على محمد وعلي صلاة تبلغ بها أفضل ما يأمل من خيرك وفضلك وكرمتك إنك ذو رحمة وعصية وفضل كريم اللهم اجزه بما بلغ من رسالتك وأدى من آياتك ونصح لعبادك وجهد في سبيلك أفضل ما جزيت أحد من ملائكتك المقربين وأنبيائك المرسلين المصطفين والسلام عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته.